السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنتم تزوروا قناة وصفات أمينة لأول مرة، أتمنى منكم تشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. أتمنى منكم تدعموني بلايك باش تشجعوني نقدم مزيد من الفيديوهات. إلا عجبكم شي فيديو أتمنى منكم تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. مرحبا بكم احبائي، لما في الحلقه بنقدم لكم وصفه لفتح الشهيه والزياده في الوزن طبيعيا. هذه الوصفه هذه هي مزيانه بزاف، الناس يتعانوا من مشكل النحافه المفرطه وبغاو يعالجوا مشكل ديال فقر الدم. بالنسبه لطريقه استعمال العنب المجفف يوميا الصباح من بعد وجبه الافطار، غادي تاخذوا 20 حبه من الزبيب او العنب المجفف، ومن الاحسن يكون الزبيب اللي اللون ديالو اسود. يمكن لكم هذه الحبات تطحنوهم ولا تناولوهم على شكل حبوب، يمكن لكم تخلطوها مع العصائر بحال عصير ليمون، غادي تعاودوا تاخذوا 20 حبه اخرى من هاد الزبيب قبل النوم بشكل يومي جوج مرات في اليوم. من بعد مرور الاسبوع الاول او 15 يوم غادي تبان لكم النتيجه باذن الله، وبقاو مداومين على هاد الوصفه وغادي تخلصوا من مشكل فقر الدم ومن مشكل النحافه المفرطه اللي تعاني منه بزاف ديال الاخوات والاخوان. غير خاصكم ما تعتمدوش ديما على الوصفه بوحدها، خاصكم تعاونوا بالتغذيه الصحيه، الحاله النفسيه حتى هي تكون مستقره، والوصفه الطبيعيه كما كتعرفوا ديما كتبغي شويه ديال الصبر والمداومه عليها. والعنب المجفف الاسود هو مزيان بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل فقر الدم والنحافه المفرطه. مهم اخواتي اخواني، الوصفه سهله. اليوم ذكرت لكم كيفيه استعمال العنب المجفف باش تعالجوا مشكل ديال فقر الدم وفي نفس الوقت تخلصوا من مشكل النحافه المفرطه. طريقه سهله بزاف، تاخذوا 20 حبه في الصباح و20 حبه في المساء قبل النوم، 20 حبه في الصباح من بعد وجبه الافطار. داوموا على الطريقه اسهل ما يكون. هاد الحبات ديال العنب المجفف غادي تطحنوهم ولا تخلطوهم مع العصائر بحال العصير ديال الليمون، ولا غادي تناولوهم هكذا على شكل حبوب حسب اختيار ديالكم والرغبه ديالكم كما العاده. مهم اخواتي اخواني، هذه الوصفه ديال اليوم كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. اللي عجبتكم ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شاركوش كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.